واحد وانسى واحد واحد باش تموتوا. راسي غنوصي سفاح راسي غنوصي سفاح. يا شكر يا بني شيخ شهيد يا شكر يا سفاح يا خدوشي 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 يا سفاح يا خدوشي. عبد المجيد اغتيال الشهيد شكري بن عيد ومن بعد اغتيال الشهيد محمد ابراهيم، كيفاش تقرا السيناريو هذا؟ راسك ثاني في جبل شمعين القائمة نتاع الاغتيالات اللي حصلت تعاملنا عليها قبل، ولما بعد اغتيال الشهيد شكري بن عيد تحرك الشعب بداها عاد جبدها الناس بوحدها عندها كلمة معتا انه من 10 ايام يطلع على انه الامن الموازي نتاع الموجه المباشره بغنوشي والشعب يخدم الامن الموازي هذايا القائمة الاغتيالات راجعت هذا على الأقل بالنسبة للمعلومة عندها 10 أيام. هذا يحب يدز يهدوا اليد باش يبيت يحبوا يخرجوا الناس تخرج للشارع وتدافع مصادمات ما بينهم وبين الأمن أو الجيش حتى هما يستحوذوا على الحكم، لكن يبدو أنهم ما يعرفوش الشعب الموسي مليح. شنو مصدر المعلومات هذه؟ معلومات رسمية ولا؟ رسمية بالنسبة لي أنا رسمية أنا مش صرح عليها أما رسمية. هل تتوقع أنه بتكون مشفوعة باغتيالات أخرى؟ متأكد القائمة فيها على الأقل 18 أسرى. شنو تحرك الجنوبية جبهة الشعبية؟ الشعب ما عادش تحرك التوانسة ما عادش جبهة الشعبية التوانسة مش تعبت وبلاد وتوا انتهت النهضة توا الحكومة هذه انتهت والمفروض أن الشعب يرابط في الشوارع حتى إسقاط الحكومة هذه. النهضة عصابة النهضة انتهت والحكومة العليا لابد الحالية لابد لها أن ترحل. سنعكد بعد لحظات سنعكد وسندعو الى السلام.